اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا، امتى نقول لا؟ عشان مش كلنا بنقدر نقول لا في الوقت الصح، واوقات كتير بنيجي على نفسنا وما بنقولش لا اصلا. فاحنا النهارده معانا الدكتوره هبه ياسين، مستشاره العلاقات الانسانيه. اهلا بيكي. اهلا يا سالي، ازيك؟ منورة. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بقالي كتير ما شفتكيش. وحشتيني انت كمان. اهلا بيك حبيبتي. يا رب تكوني بخير ان شاء الله، يا رب، وكل اللي بيشوفونا يا رب باذن الله ان شاء الله. قولي لنا بقى، بصي بقى يا ستي، امتى نقول لأ؟ هنتكلم في أكتر من اتجاه، لأن لأ دي المفروض نقولها في حاجات كتير قوي في حياتنا. خلينا ناخد أول اتجاه اللي هو الشائع قوي. انت لو حد طلب منك حاجة تعرفي تقولي له لأ بقلب جامد. احنا عادة بنحب نساعد بعض، ونحب ان احنا نبقى ناس خدومة وناس لطيفة، فنتكسف قوي نقول لحد لأ. في ثلاث معايير تسألي نفسك أو تحكمي عليهم لو حد طلب منك طلب. لو التلاتة دول اوكي يبقى اعمليهم وانت مطمنة، وانت كده مش بتيجي على نفسك، وده نوع من انواع الاخد والعطف في المجتمع، اتفقنا. لكن لو التلات معايير دول غلط يبقى ما تعمليش الموضوع ده، وقولي لا وانت ضميرك مرتاح. طبعا. اوكي. سوري. اول معيار خالص، هل الطلب اللي انطلب مني ده فوق امكانياتي؟ ده لازم اساله. يعني مثلا حد طالب مني خدمة معينة، اوصله بحد معين، اكلم له حد معين، او طلبات بسيطه زي مثلا ممكن تقعدي بابني، ممكن توصلي مثلا فلان في المشوار الفلاني، او تجيبي لي حاجه من الحته الفلانيه. لو الطلب ده فوق امكانياتي اساسي لازم اقول لا، لان احنا معظمنا بنوافق على اي حاجه لان احنا بنتكسف، اوكي من عينيا. وبعد فتره الناس بتبتدي تاخد عندك انطباع انه انت حد بيقول على طول، حد ما بيقفش بعده. صدفه كنا لسه بنقول الموضوع ده امبارح، والله ان الناس بتيجي على نفسها قوي وبتعمل بالزبط. حاجات بزياده، وبعدين بتبقى في حاله ستريس رهيب وبتنهار. طبعا. والمشكله بقى ان انت بعد كده ما بتبقيش عاجبه الناس برضو، لانك انسان مش موثوق فيه، انت بتقولي على طول، فهم مش عارفين انت هتعملي ايه فعلا، وايه اللي هتقولي عليه او مش هيتعمل. اوكي. فده المعيار رقم واحد، هل الطلب اللي طلب ده فوق امكانياتي ولا لا؟ اوكي. تمام. طيب المعيار رقم اتنين، هل الطلب اللي انطلب ده بره البرنامج بتاعي او فوق البرنامج بتاعي؟ يعني مثلا ممكن يكون في امكانياتي، ممكن حد يقول لي مثلا انا عايزاكي تقعدي بابني على ما اروح مشوار، ده في امكاني. اوكي. لكن انا خطتي النهارده مزحومه جدا. ده اللي كنت عايزه اساله لك، مثلا اقول لك ان اول حاجه، طب ما ممكن يكون في امكانياتي. لا، ما انا بقول لك دي رقم اتنين، ان هو يكون فوق خطتي، حاجه هتبقى زيادة على البرنامج بتاعي. وخطتي دي ممكن تكون على يوم، ممكن تكون على اسبوع، ممكن تكون على شهر. افرضي انا مثلا الشهر ده عندي حد بيمتحن، او انا مثلا عندي حد تعبان او غيره، فاي اضافة اخرى بره خطتي يبقى لازم يتقال عليها لا. ايوه. اوكي. المعيار رقم ثلاثة، هل اللي بيطلب مني ده هيخليني اعطل حاجة انا عايز اعملها؟ اوكي. يعني ممكن يكون في طاقتي، وممكن يكون عادي في الجدول بتاعي متاح، بس هل ده هيضطر ان انا اشيل حاجه واحطه مكانها ولا لا؟ لانه احيان كتير جدا مثلا تيجي الناس تقول لك ايه، انت رايحه الحته الفلانيه ممكن مثلا تعملي مشوار الفلاني، هو في امكاني وفي خريطتي، بس عشان اركن في الحته الفلانيه دي الساعه ده مثلا هياخد مني وقت معين، هيخليني الغي حاجه معينه اللي انا نازله لها اصلا. فلو في الحاله دي الموضوع ده فعلا هيربك لي اللي انا نازله اعمله، او هيعطلي حاجه كنت المفروض اعملها، يبقى هقول لا. التلات اسئله دول هسالهم لنفسي طبعا. اوكي. لكن مفيش مانع خالص ان انا ابرر للناس بلطف، انه في ناس بتتكسف تقول ايه كلمه لا هتضايق، لكن انا لما اشرح لها لا ليه، الناس بتخاف ان ممكن يتقال عليها طب انت حد انانيه، خارج غير في نفسك. بالظبط. ازاي الواحد يوصل المعلومه بدون ما يبان اناني ولا ما انا عشان كده بقول لك، انت لما هتحسمي الامر مع نفسك في الاول هتبتدي تقولي بلطف، والله انا كان حابه اعمل مشوار ده مثلا، بس النهارده ورايا ورايا ورايا، او انا ما عنديش مانع ان انا اقعد بابنك، او اخد ابنك اوديه الحته الفلانيه، او ده بالنسبه للاخوات بقى والقرايب والكلام ده كله، بس مش النهارده. او مثلا انا ممكن المشوار ده لو ينفع تاجليه الاسبوع الجاي هعمله لك. فاذا انا هشرح بلطف، انا مش مطلوب مني ان انا ابرر تبرير رهيب واقعد اعتذر، هشرح بلطف انا فكرت وقلت لا ليه. بالاضافه الى ان انا لازم يكون عندي وقت بعمل فيه بقى، يعني انا مش على طول لا لا لا. أيوه. يعني الناس تبقى عندها انطباع ان فلانه بتساعد لما بيكون فعلا في امكانها. لكن انا بقول الكلمتين دول لان معظمنا بيتكسف يقول لا. عارفه مين بالذات؟
الأمهات لما بنتها مثلاً أو ابنها بيجيب لها أحفادها فعلاً دول الجدات بمعنى أصح، دول بأوقات كتير بيشيلوا أزيد من طاقتهم وهم مش قادرين لا صحياً ولا مجهوداً ولا حاجات كتير وبيتحرجوا إن هم يقولوا لا. بس ولو قالوا لا حاجة. لا لا ده في أول مرة لكن بعد كده لما تبقي عارفة إن السيستم بتاع مامتك كده فهماني؟ في مواعيد معينة ما ينفعش أروح لماما، أنا شخصياً في مواعيد معينة ما ينفعش أروح لماما، رغم إن أنا معايا المفتاح وكل حاجة، بس أنا عارفة إنها نايمة. خلاص بقى يبقى أنا يا قبل يا بعد وهكذا. فيا جماعة الناس اللي بتتكسف تقول لأ، أو الناس اللي بتخاف تاخد قرار إنه لأ، تقول لك وإيه يعني ما أقول آه؟ إيه المانع يعني؟ وبعدين يبقى ربنا يحلها. أنت بتدي انطباع عن نفسك إنك شخص مش مسؤول، شخص بيدي وعود وما بيوفيش بيها. أو العكس. بياخد فعلا ويعمل 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 وينهار بعدها، يجيله حاله ستريس رهيب وينهار بعدها ويشوط في الكوره، بالذات لو كان بيلغي دايما المعيار رقم 3 اللي هو بيلغي خططه هو علشان يعمل للاخرين. اوكي، فدي اول محور كده او اول اتجاه لازم نقول فيه لا، اللي هو لما حد يطلب مننا حاجه. اوكي تمام. الاتجاه التاني بقى بتاع البنات اللي مقبله على الجواز واختيار شريك الحياه واللي هي لسه بترتبط والكلام ده كله، ايه هي العلاقات اللي من بابه لازم اقول عليها لا؟ الكلام ده مش متوجه للمتجوزين. اوكي، عشان في سكه كده اللي هي من العلاقه من اولها اعمل ايه، ولو انا دخلت علاقه واكتشفت انها غلط اعمل ايه، ده موضوع تاني. خلينا لازم نخشها بس نعرف الاول بالزبط. اللي خلينا انا بتكلم دلوقتي إيه؟ اللي داخله علاقه او مخطوبه او بتتعرف على حد وشافت علامات من اللي هنقولها دي لازم تقول لا. رقم واحد، أرجوكي ما تدخليش علاقة تعملي فيها دور طوق النجاة والبطل المنقذ اللي هتاخدي بإيده وتطلعيه من المشكلة اللي هو فيها، سواء طلع مثلا بعد الشر بيشرب حاجة أو مدمن. بنات كتير جدا كتير يقولوا احنا خلاص احنا سيبنا الإدمان واحنا عملنا وانا اللي هخليها بطل وانا اللي والبنات تقول لك انا هخليها بطل. هتخليها بطل لا. ازاي؟ مفيش حاجة اسمها كده. انا مش هقول انها حاجه مستحيله، ما بقولش كده، لا في علاج طبعا وكل حاجه، بس انا اقصد في حاله الجواز تحذروا بالحاجه دي بالذات لانها ممكن طبعا ترجع. طبعا واللي بيشرب حاجه او بيدمن حاجه ممكن يتعالج في حاله واحده بس لو هو عايز، لكن ما تقوليليش انا هصلحه او انا هدخل العلاقه وانا اللي هطلعه منها. ايوه، بنات كتير جدا بتلعب الدور ده، دور اللي هو ايه، انا البطله بقى اللي هلعب في حياته دور البطوله وهعمل له شيفت في الحياه، الكلام ده زي الصلاه. نصيحه مني ما تاخديش راجل ما بيصليش يعني بجد. لو انت مهتمه انه بيصلي خديه وبيصلي بالظبط، لو يعني مش فارقه معاكي خلاص. انا شايفه انها حاجه مهمه لدرجه مش طبيعيه، لان هي اول ما بتكون شخصيته بيبقى انسان ملتزم جدا بيخاف ربنا. الصلاه ما ينفع، بيبقى صعب جدا على الست هي تعوده طب يبطل شرب او انه يصلي. فعلا الحاجتين دول في طبعا بطلات بيقدروا طبعا بس لا، بس هو بيبقى عايز. بصي ده الفاكتور الرئيسي، ما ينفعش اقول له انا هدخل عشان اشقلب لك حياتك، والله لو هو مش عايز انسي. اوكي، فدي رقم واحد، لو لقيتيه مدمن على اي حاجه في الدنيا ارجوكي ما تدخليش العلاقه دي. اوكي، الا لو راح يتعالج بقى وظبط اموره وجالك كويس، ده موضوع تاني يبقى نفكر فيه. تمام. العلاقه رقم 2 اللي تقولي له لا، الراجل بتاع الستات اللي هو من يومه معروف ان هو بتاع ستات. ما هو مش بيبين ان هو بتاع لا بيبان بيبقى ما تحاوليش. بصي اصل الراجل اللي عينيه زايغه بيبان من قعدتين، مش هقول لك من قعده عشان ممكن يكون ظابط نفسه، من قعدتين في اي مكان مفتوح هيبان. الراجل بتاع العلاقات سهل جدا تعرفي بعد مثلا قولي اسبوعين ثلاثه. الراجل اللي بيحب يعمل صحوبيه ويسيب دي ويدخل مع دي هتعرفي سيرتهم بتبان يعني. فانتي ما تعمليش نفسك برضو اللي هو اللي هتتوبيه. في اغنيه الجنات اللي هي ايه، حبيبي تاب وعلى ايدي باين داب وحاجه كده يعني، الاغنيه دي غلط خالص يا جماعه، محدش يسمع كلام الاغاني دي. اللي فيه الطبع ده ايوه بصعوبه شديده ممكن يغيره، الا برضو لو هو عايز، عشان ما فيش حاجه اسمها مستحيله. واضافه انا عايزه اقولها، ما تحاوليش انت تمثلي على نفسك برضو عشان ترضيه، لان في الاخر هتتفضحي. لا ما يعني بعد كام سنه كده مش هتستحملي تقعدي تمثلي. انت عارفه مشكله، والله العظيم صدقيني بما ان انا اشوف الحالات دي بقالي سنين، مشكله الناس مش انها اتفاجئت بعد الجواز بالمشكله، المشكله انها كانت عارفاها من الاول بس كانت فاكره انها تعرف تحلها. اصل في مفاجآت كتيره بعد الجواز يا جماعه، يعني كتيره جدا. لا بس انا بتكلم بامانه، المشاكل الجوهريه
كتير جدا بيبقوا عارفينها، واخده بالك؟ بس فكره انه لا هيتغير، هيتصلح حاله، اصل انا بيحبني وهعرف اعمل ايه. اصل امبارح كنت بقول ايه قبل ما نروح الفاصل، كنت بقول ايه لازم الست تجرب بجد قبل ما تخوض في عمليه الجواز، انها لازم تشوف اصل اللي بيعاشر حد غير اللي بيسمع، غير اللي طبعًا بيقعد معاه بره في كافيه او قاعد في حته، لا اللي عايشر حد في البيت طبعا. انا قلت بقى ايه، انا قلت اللي نايم مثلا جربوا نايموه على الكنبه خلاص وشوفوا بيشخر ولا لا. مش الشخير، مش هي دي المأساة. افرضوا مثلا الشخص ده ما بيعرفش ينام على بعض غير ساعة، والبنت متعودة تنام هي 8 ساعات، لازم تناموا على بعض. ده بس عادات النوم دي صعب تكتشف بصراحة. لا ما لازم بقى تكتشفها الأول. ازاي؟ ليه بقى؟ نايموا فين؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ ليه؟ عشان نسيت امبارح واتضايقت قوي إن أنا نسيت أقولها. لأن الراجل لو فعلا بيصحى كل ساعة ممكن جدا يكون ذوق ويسيبها تنام، لكن ممكن يكون ده كتير بقى، ممكن ما يكونش ذوق ويبقى عايز كل شويه يصحيها عشان تقعد معاه بقى في ساعة. بيجي لها انهيار عصبي، بتتعب جدا نفسيا. فالنوم بتشوفي ممكن يكون متكامل من كل حاجه، لكن حته النوم دي هو مش مظبط فيها هيجننها في حياتها. سبحان الله. بس برضه انا مش عايزه اخوف الناس، لان في طباع خفيه الى حد كبير، بس انا بتكلم انه في طباع جاليه كبيره باينه وبنبقى عارفينها من قبل ما نتجوز، بس بنكابر او بنعتقد ان ممكن تتصلح. هنكمل لو الموضوع دي موجوده ده. بلاش هنكمله أوكي. بعد الفاصل. بعد الفاصل أوكي. ان شاء الله اوكي. فردنا ظهرنا، شفطنا وطننا، كل حاجه تمام، نتكلم بقى. اهلا بيكم بعد الفاصل، معانا دكتوره هبه ياسين مستشاره العلاقات الانسانيه، وكنا لسه بنتكلم عن موضوع ايه، العلاقات اللي يتقال لها لا. بالظبط اوكي، خلينا نكمل بقى. طيب العلاقه بقى اللي بعد كده برضو اللي لازم تقولي لها لا، الشخص المؤذي سواء بلسانه او بايده. ودي برضو بنات كتير جدا بتفاجئ انها تيجي تقول لي ايه، اصل احنا واحنا مخطوبين كان ساعات بيضربني. قلت لها لما هو كان مخطوبين وبيضربك، بيضربك بتقولي ساعات كان بيزغدني، يزقني، يلوي لي دراعي. وده قلت لها انتوا كنتوا بتهزروا بالطريقه دي؟ قالت لا مش هزار، لما كنا بنختلف كان ممكن يعمل لي كده، يديني بالبوكس، يديني مش عارفه ايه. قلت لها وعادي يعني؟ ده بقى اللي بعد الجواز بيضربها علقه محترمه طبعا، فاهمه؟ فانا بقول لها وبقول لاي بنت، لما تلاقي الشخص اللي قدامك لسانه مؤذي باي شكل بقى، لان اللسان ده درجات، في ناس كتير قوي بالنسبه لها في كلام مهين وكلام لا، لو لسانه مؤذي بالنسبه لك او بيستخدم ايده بشكل مش مظبوط من الاول لا، لان طبعا الحاجات دي بتتطور بعدين، اللي هيعمله قد كده دلوقتي هيعمل ضعفه بعدين اوكي. صح. العلاقه كمان اللي تقولي لها لا، لو شخص مش عاجبك فيه حاجه يعني بالنسبه لك مش قبلها. في ستات وبنات كتير طبعا تقولك الجواز دلوقتي صعب والناس الجاهزه قليله، هو عريس مناسب جدا ومحترمه، بس انا مش طايقه مثلا شكل سنانه، او مش طايقه انه بيدخن، او مش طايقه شكل مثلا جسمه وزنه، يا اما زياده او اقل، مش حابه طريقه كلامه، مش حابه طريقته في الاكل، لا خلاص دي تقفل. مهما كانت المميزات مع الشخص اللي قدامك، لو في حاجه منفره، وخلي بالك من منفره، انا مش بتكلم ان في ديفو او سلبيه لان السلبيات درجات، لكن حاجه منفره بالنسبه لك مش طايقه الشخص ده، مش قادره ابص له، لا. لان ايه مع الزمن مش هيتغير، بالعكس مع الكبر الحاجات دي بتزيد، بتترسخ فينا طبعا. الكرش هتلاقي، ما فيش كرش هتلاقوا فيك، يعني في حاجات بتتحول كده للاوحش، فلازم قبلها يا اما هيتغير قبلها. وغالبا على فكره الناس مش بتتغير يا جماعه، الناس مش بتتغير، يعني واحد مثلا طريقه اكله مثلا، كان بيشرب سجاير وبطل، تمام، لو بطل قبلها فعلا بطل ويقدر يروح يعمل مثلا، تمام. لكن فعلا في طريقه اكل، في ناس فعلا طبعا، او طريقه كلام، او طريقه ضحك، او طريقه ماشيه. للاسف انا مش عارفه يعني، دي حاجه بس صغيره عايزه اقول عليها، احنا من الصغر لازم نتعلم ازاي ناكل نقفل بقنا، مهمه جدا. للاسف انا لاحظت مش موجوده خالص. انا فعلا انا في المانيا بجد، ماما كانت بتوديني لما كانت بتروح الشغل، كان لازم توديني عند حد، مش شرط هناك في حضانات، في زي ام بتراعي الاطفال في الوقت اللي ام مثلا تاني بتشتغل فيها، فكانت هي مربيه المانيه، فانا كنت بروح لها كل يوم خلاص، كانت على طول قاعده لي
اقفلي بقك وانت بتاكلي على طول. لازم اقفل بقي وانا باكل، ما ينفع اتفرجي بقى في السينما هنا في مصر. طب انت اعملي ده بقى، بصي اعملي بقى انا بحط الوبي لا، واعملي كمان اتيكيت لما تيجي تاكلي بايدك، ما انت ممكن تاكلي بايدك بس بتاكلي بطريقه لطيفه برضو، اعملي ده عرفي للناس، ممكن لا ممكن الناس مش عارفاه. فهو لازم فعلا نتكلم في الموضوع ده في يوم، لان فعلا حاجه مهمه جدا تربوها لاولادكم من هم صغيرين، لان لو ما تربوهاش من هم صغيرين لما بيكبروا صعب جدا خلاص، حاجه اتعودوا عليها بتبقى فضايح بقى يعني. بالظبط. اوكي كملي. طيب وعلى فكره النقطه دي برضو بالنسبه للرجاله كمان، يعني لو انت هتقبل على واحده فيها حاجه مضايقاك جامد قوي برضو ما تكملش العلاقه دي من البدايه. اوكي طبعا. طيب يبقى ده المجال رقم اتنين اللي هقول فيه لا. احنا قلنا في الاول لو حد طلب مني اقول لا امتى، العلاقات اللي اتقال عليها لا. المجال رقم ثلاثة وده مهم جدا بقى لكل الستات، ايه الافكار اللي بتيجي في دماغي ولازم اقول لها لا؟ لان احنا 80-90% من الوقت بنتكلم مع نفسنا، وصحتنا النفسية بتتأثر جدا بالكلام اللي احنا بنقول نفسنا مش اللي الاخرين بيقولوه بس. اوكي ففي افكار كده كل ما تيجي في دماغك لازم تقولي لها او فورا وتطرديها بسرعة. زي ايه؟ اول فكرة انك تقارني نفسك بحد. احنا تربينا في الوطن بتاعنا العربي ككل انه شوف مين اشطر منك، شوف مين اجمل منك، شوف مين اذكى منك، شوف مين عمل ايه وانت لا، او شوف مين بيعمل ايه عشان تعمل زيه. الفكرة دي نفسيا مدمرة، حتى وان كانت ظاهريا بتجيب نتائج ايجابية، يقولك ده انا بحفزها بفلانة او بشجعه بفلان. احنا يا جماعة بشر مختلفين زي اختلاف بصمتنا بالظبط، مختلفين في تكويننا الداخلي وامكانياتنا الخارجيه والبيئه اللي احنا عايشين فيها. ففكره انك فجاه وانت واقفه بتطبخي تلاقي نفسك بينك وبين نفسك بتقارني نفسك بجارتك او بنت خالتك او مين اللي عملت او مين اللي سوت، او وانت بتشتغلي بتقارني نفسك بفلانه اللي اترقت وانت لا، او وانت مثلا بتعملي حاجه فلانه اللي راحت عملت مش عارفه فين وانت مش عارفه تعمليه، اول ما تقفشي نفسك بتقارني لا على طول. بصي دي حاجه يعني بيقولوها بيعلموها بره الاجانب اللي بيعلموا الوعي الذاتي والكلام ده، دي من السموم القاتله نفسيا. ايوه انك فكره احنا طول الوقت بنقارن نفسنا ببعض. احنا كمان في مشكله اكبر، السوشيال ميديا مخلينا طبعاً شايفين طبعا اللي في البحر طبعاً واللي في اللي مش عارفه ايه واللي عامله واللي مسافره واللي الواحد يشوف ويفضل بقى ايه. لعلمك قافه العصر اللي احنا فيه هي السوشيال ميديا. اه طبعا. وخاصه الصور، لان انت اكتر حاجه مؤثره في ذاكرتك هي انك تشوفي مش انك تسمعي او حد يحكي لك. الكلام ده ممكن تنسيه، لكن الشط اللي بتشوفيه او الصوره ما بتنسيش. طبعا. فاحنا عصر الصور. اه ده عشان كده بقى في حاجه اسمها انستجرام عن الفيسبوك عشان هو صور اكتر بالزبط. كمان بالظبط. ولعلمك ده دي دراسه، ده مش كلام بس. ان الحاجات دي من اهم اسباب الاكتئاب في العصر الحالي. يا نهار ابيض انت متخيله؟ ما انت تخيلي واحده مش عارفه تخرج بره بيتها او مش عارفه تروح اسكندريه حتى، ولاقي حد في الساحل ولاقي حد بره مصر ولاقي حد في المالديف، واخده بالك؟ فكره ان انا طول الوقت لو انا عايشه بقارن بيني وبين الاخرين يبقى انا كده بموت نفسي بالبطيء. طب عايزين نلحق الباقي بقى بسرعه. يعني معلوماتك خطيره الحقيقه، بسرعه خشي باللي بعده. الفكره رقم اتنين لازم اقول لها لا، انه طالما مشكلتي بقالها وقت طويل يبقى هي هتفضل كده. ناس كتير تقول لي مثلا انا بقالي فتره طويله قوي عايزه اتجوز ومش عارفه، بقالي فتره طويله عايزه اشتغل ومش عارفه، بقالي فتره طويله بحاول اربي ولادي ومش بيتعدلوا، فاذا خلاص هي هتفضل كده. الفكره دي برضو قاتله. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ما خدتش الاسباب كفايه، او ربما خدت اسباب بس لسه وقتها ما جاش، الحاجات اللي انا عملتها ما استوتش او نضجت يعني تماما. يعني نمنع الياس يعني. ما فيش حاجه اسمها اصل انا بقالي 20 سنه في الوضع ده يبقى لازم يفضل كده. اوكي تمام. اللي بعده الفكره رقم ثلاثة، انه انا لما هوصل عند سن معين خلاص مش هتعلم حاجه جديده او مش هتطور في شخصيتي. ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. البني ادمين اللي بتسمعوا عنهم ناجحين قوي وعاملين بوم والحاجات دي، هم دول الناس اللي كل يوم عندهم في حاجه جديده. احنا كستات متخيلين ان انا خلصت جامعه وخلصت مثلا دراسات ايا كانت يبقى ما فيش حاجه علميه هتجيلي زياده عن كده، او مش عايزه حاجه عن كده. فرضنا انك مش عايزه تنمي نفسك علميا، فيك مهارات اجتماعيه كتير جدا، في مهارات نفسيه كتير جدا، في مهارات تربويه. فبلاش يا جماعه فكره انا اتعلمت وانتهينا او انا اتطورت وانتهينا. صح. اوكي طب معانا وقت ندخل في المحور اللي بعديه؟ قولي. طيب المحور رقم أربعة اللي هي الحاجات اللي لازم اقول عليها لا مع اولادي. اوكي ده بالنسبه للناس اللي عندها اولاد بقى. رقم واحد
لازم تقولي لأ لأي موقف بيخلي ابنك هو الأعلى منك أو الأقوى منك أو الأكثر سيطرة منك. في دلوقتي بشوف كتير جدا أطفال صغيرين بيشتموا أهاليهم، بيضربوا أهاليهم، بيشد شعر مامته، بيخبطها برجله هو ماشي، بينده على باباه بطريقة مش لطيفة أو على سبيل الهزار يعني بيقول له كلمة خارجة، أو الأم اللي بتتعامل طول الوقت مع إن هي مش عارفة تسيطر على أولادها، ولازم أكلم لك بابي علشان يقول لك، ولازم أكلم لك مش عارف مين عشان يعمل لك، وأنا مش قادرة أعمل لك حاجة. أي موقف أو تصرف بيخلي ابنك أو بنتك هي الأعلى لازم تقولي له لأ. ليه؟ لأن أنتِ هيجيلك وقت كده كده هو جسدياً هيبقى أقوى منك. عنده 13 14 سنة سواء ولد أو بنت، هو جسدياً هيبقى أقوى منك. لو هو مفيش عنده ليميت نفسي بينك وبينه من هو طفل، هيبقى وهو كبير انتي بقى اكيد افظع من كده. تعالي بقى اسمعي شكوي بقى الستات اللي ابنها لو دراعها هما بيتكلموا، ابنها رزع الباب في وشها وخرج مش عارفه له طريق بقى لها كام يوم، اللي مش عارفه مين اللي باباه بيكلمه في التليفون يقفل في وشه السكه او يشتمه. دي علامات يوم القيامه يا جماعه على فكره، والله الموضوع بقى فانا من بصي ما ينفعش احل المشكله وانا ابني عنده 15 16 سنه. ما ينفعش احل مشكله بنتي وهي عندها 12 سنه. ابنك من وهو طفل اي موقف هتحسي ان هو إيه انت تحته وهو فوق لا. اوكي تمام. الحاجه الثانيه انه قدامنا دقيقه. اوكي خلاص ده اخر حاجه هقولها. ما ينفعش اوافق على موقف حاسه ان ابني عارفه بالبلدي بيتنطط على الناس التانيين. اوكي في ناس كتير قوي تحب ان ولادها يبقوا في مستوى حلو، لابسين حلو، في نادي حلو، في مدرسه حلوه، ايا كان، لكن وانس حسيت ان ابني بيتعالى على الاخرين لازم افرمل. طبعا. ليه بقى؟ لان الموضوع ده له مردود نفسي وحش جدا، له مردود يعني ديني وحش جدا طبعا. له مردود اجتماعي ان الناس دي هتكرهه بشكل رهيب جدا، وانا بشوف ناس كتير قوي مودلز من دول هو متخيل ان هو كل ما يزود الاوبشنز في حياه ابنه ويسمح له ان هو يتعالى هو كده بيرقيه. انت كده بتدمره، هو نفسه مدمر، ما عندوش اي قواعد من دينه ان هو لازم يكون انسان متواضع وطبيعي، وكمان هتخسروا الناس اللي حواليه اللي هم هيتخنقوا منه بقى، ما انت على طول بتتنطط علينا. اوكي كان في حاجات تانية عايزه اقولها بس يعني ما علينا، المهم يعني ادينا قلنا لمحه من كل لمحه. في حاجات كتير جدا في حياتنا محتاج يتقال لها لا، بس احنا مش مدين نفسنا فرصة نفكر في الحاجة قبل ما ناخد القرار. احنا دايما بناخد القرارات سريعة قوي. بصراحة يعني انا اللي اتعلمته معاكي دلوقتي حاجة جديدة، وهي ان احنا مش بس بنقول لأ للناس برا او لمواقف، لا احنا برضو بنقول لنفسنا لأفكارنا لأ. طبعا طبعا. فدي حاجة انا يعني اول مرة اتعلمها معاكي، يعني ربنا يخليكي تاني، اتمنى يكون مفيد. نورت لنا حاجة جديدة بصراحة، ربنا يخليك، لأن احنا لازم نعمل وقفة مع نفسنا، ما نسمحش لأي أفكار تعدي مع نفسها كده وتنطلق طبعًا وتكمل، لا لازم نوقفها فعلا طبعا، لأنها بتبقى أساس الشر كمان على فكرة، أساس الحسد، بتبقى أساس اللي الواحد يدي نفسه بقى ينطلق على الناس التانية بقى بكلام وحش أو بقى، لازم الواحد يفرمل نفسه على فكرة من جوه. الصحة النفسية أساسها من جوه. أيوه. مش المواقف اللي بتحصل بره صدقيني. فاحنا محتاجين نركز احنا بنقول ايه لنفسنا دايما. نورتينا بجد يا سيدي، ربنا يخليك، جدا نورك جدا على المعلومات الحلوه دي. بسيح. الف شكر يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. حاولت على قد ما اقدر ما اقطعهاش كتير عشان تتكلم وتقول كل اللي عندها، يا رب تكونوا استفدتوا.